يوم الاثنين الموافق 6 فبراير لسنة 2023، وتحديدا الساعة 4:17 دقيقة صباحا، حصل زلزال مدمر نادر الحدوث في جنوب تركيا، واللي وصل قوته ل 7.8 على مقياس ريختر، وكان مركزه واقع بالقرب من مدينة نورداغ القريبة من مدينة غازي عنتاب التركية. والمدينة دي كانت من ضمن الأقاليم السورية الشمالية واللي انضمت لتركيا بموجب معاهدة أنقرة لسنة 1920. وبسبب جيرة سوريا مع تركيا اتأثرت بشكل كبير جدا بسبب عنف الزلزال وقوته، وللأسف طبعا راح ضحيته آلاف الأشخاص من البلدين. فلو انت بقى بتشوفنا على فيسبوك ومهتم تعرف اصل حكايه زلزال تركيا المدمر، يا ريت تعمل لايك وشير للحلقه، ولو انت بتشوفنا على قناه اليوتيوب يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه، ويلا بينا نشوف اصل الحكايه في بدايه الخير. شو تايم. هيئه المسح الجيولوجي الامريكيه اصدرت تقرير شبه مفصل عن زلزال تركيا وسوريا، ذكروا فيه بان زلزال تركيا نادر الحدوث، سكان فلسطين وقبرص ولبنان شعروا بيه، وده راجع لشده قوته المدمره. وبعد كام ساعه حصل زلزال تاني بقوه 7.5 درجه على مقياس ريختر، وده طبعا بالاضافه لشويه هزات ارضيه متتاليه. الفكره ان مقياس ريختر هو مقياس لوغاريتمي، بمعنى ان الزلزال اللي قوته 7 درجات على مقياس ريختر بيكون اقوى 10 مرات من الزلزال اللي قوته بتصل ل6 درجات بس، بالاضافه الى ان طاقته بتصل لحوالي 32 ضعف الزلزال اللي قوته 6 درجات بس. وفقا لتقرير عملته صحيفه ذا نيويورك تايمز العالميه، بين زلزال تركيا عمل شق في سطح القشره الارضيه وصل لمسافه 18 كيلومتر تحت سطح الارض، وده طبعا كان بسبب شده قوته، خلى يبقى فيه هزه ارضيه سمعت لغايه سوريا، والزلزال ده دمر حوالي 3000 مبنى وراح ضحيته 3000 شخص ما بين سوريا وتركيا. روسستان اختصاص علم الزلازل والرئيس التنفيذي لشركه تيمبلور، ودي تعتبر من اكبر الشركات المتخصصه في اعداد النماذج الحاسوبيه للكوارث الطبيعيه على مستوى العالم، ذكر في تقريره بان تركيا من اكثر المناطق نشطه زلزاليا في العالم، وده بسبب ان تركيا وقعت تحت ضغط تكتوني كبير جدا بيتفاعل الخارج في اتجاه الغرب، لانها دوله عابره للقارات، وقع بين قارتين، الجزء الاكبر منها وقع في قاره اسيا والاصغر في قاره اوروبا، والضغط التكتوني ده هو المسؤول الاول عن حدوث الزلازل والبراكين فوق سطح الارض. فاللي بيحصل ان الصفيحه التكتونيه لشبه الجزيره العربيه، ودي اللي بتمثل الطبقة الصخرية الصلبة اللي متغلف بيها الكرة الأرضية، اتجاهها ناحية الشمال، فبتدفع تركيا ناحية الشمال في اتجاه معاكس لصفيحة تكتونية تانية ثابتة في شمال أوروبا، فتسحب تركيا بالكامل ناحية البحر المتوسط عشان تستقر في النهاية تحت جزيرة كريم اللي وقع في نطاق اسمه الاندساس، زي ما حصل بالظبط في تسونامي على سواحل اليابان. بس لحظة كده، هو يعني ايه اصلا نطاق الاندساس؟ سؤال جوهري. الادارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة الامريكية عرفت لنا مصطلح الاندساس بانها المنطقة اللي بيحصل فيها تصادم بين صفحتين من مكونات الكرة الارضية، يقصد هنا طبقة القشرة الارضية اللي احنا عايشين عليها وطبقة الوشاع واللي شرحناه بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت، بان طبقة منهم بتغوص تحت الطبقة التانية، ودي بتمثل اكبر مشاهد الاصطدام فوق سطح كوكب الارض. وبسبب العمليات التكتونية المعروفة علميا باسم الاندساس، بتتسبب في اقوى انواع الزلازل والبراكين والتسونامي اللي ممكن تشوفها على مدار حياتك. والمصطلح ده تم استخدامه لاول مرة سنة 1970 من قبل الخبراء المتخصصين في الزلازل، وفي سنة 2022 الباحثين توصلوا لاقدم اندساس في التاريخ في الايكولوجي، وده صخر نادر بيرجع تاريخه ل 2.5 مليار سنة، وبيطلق على مناطق الاندساس زي تركيا وقرب شواطئ واشنطن وألاسكا واليابان وإندونيسيا بحلقة النار، لأنها بتعتبر المناطق الأنشط زلزاليا وبركانيا في العالم، وكمان بتمثل أكثر من 80% من أقوى الزلازل والبراكين فوق سطح كوكب الأرض. وكان من ضمن المعلومات اللي اتذكرت في تقرير شركة تيمبلور إن زلزال تركيا المدمر من المرجح إنه بيحصل مرة واحدة بس كل 100 سنة، والدليل على كده إن في سنة 1939 تركيا ضربها برضه زلزال كان بنفس القوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، ودي كانت بمثابة الحلقة الأولى في سلسلة من أعنف الزلازل المتتالية اللي شهدها العالم على الإطلاق، لأن زلزال تركيا سنة 1939 عمل شق في القشرة الأرضية في منطقة شمال أناضول لمسافة تصل لأكثر من 1000 كيلومتر، وبعدها حصل أكثر من 12 زلزال على مدار ال 60 سنة اللي بعد كده، ويمكن من أكثر تصدعات القشرة الأرضية اللي تسببت في زلازل كتيرة جدا صدع سان أندرياس، والعلماء وصفوه بأنه صدع متحول قاري وصل طوله لحوالي 1200 كيلومتر بولاية كاليفورنيا في أمريكا. وتعرفنا على الصدع ده لأول مرة سنة 1895 من قبل البروفيسور أندرو لوسون من جامعة كاليفورنيا، وبعد زلزال سان فرانسيسكو سنة 1906 اكتشف البروفيسور أندرو لوسون بأن صدع سان أندرياس بيمتد بشكل طولي يوصل لغاية جنوب كاليفورنيا، واتعمل هناك مشروع مرصد صدع سان أندرياس في العمق في مقاطعة مونتيري،
وده مشروع للحفر في الصدع لتحسين التنبؤ بالزلازل في المستقبل. ومن ضمن النتائج المثيرة اللي توصلت لها شركة تيمبلر كانت ظاهرة اسمها إطلاق إجهاد كولوم نسبة للفيزيائي الفرنسي شارل أوغستان دي كولوم، بمعنى أن زلزال تركيا الأخير عمل تصدعات في القشرة الأرضية لدرجة أنه حرك صدع منطقة شرق الأناضول القديم بالكامل، مرة في اتجاه الشمال ومرة تانية في اتجاه الجنوب، والظاهرة دي اللي تسببت في زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر بعدها مباشرة. وكمان حصلت هزات أرضية متتالية تحديدا على طول صدع شمال الأناضول. الفكرة المؤسفة أننا ما وصلناش لنقطة النهاية، بمعنى أن الزلزال أشبه بحلقات متسلسلة عن طريق نقل الإجهاد من تصدعات قديمة كانت موجودة لقطاعات تانية في أماكن مختلفة. وأكبر دليل على كده الهزات الأرضية المتتالية اللي بتحصل بعد الزلزال مباشرة. وفي سنة 1999 كان حصل زلزال إزمت المدمر والمصنف بأنه تاني أكتر زلزال دموي في تاريخ تركيا الحديث بعد زلزال أرزنجان واللي راح ضحيته أكتر من 100,000 شخص. وبعدها مباشرة تركيا فرضت قوانين لمراعاة جودة البناء بسبب كثرة نشاط الزلزالي المدمر. وفي النهاية بيعتبر زلزال تركيا المدمر بمثابة رسالة تحذيرية للشعوب والحكومات، وده بسبب توهم كان متعمد في آخر 5 سنين بأن خلاص انتهت موجات الزلازل، وإن التزامنا بمراعاة جودة البناء هيكون ده أكبر إجراء هيساعدنا في تقليل حجم الخسائر. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم وفادتكم، وأشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم بداية الخير. وما تنسوش تبصوا على مصادر حلقتنا تحت في الديسكريبشن، وما تنسوناش من دعمكم بلايك وسبسكرايب للقناة علشان محتوانا يستمر، واستنى رأيكم في حلقة النهاردة في الكومنتات. يومكم سعيد.